بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة وتمام العافية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنشرح لكم عن أفضل قالب يمكنك استعماله في مدونتك على أبلوجر. نعم إخواني الكرام، هذا القالب هو هذا كما تشاهدون، هو قالب ليفون، قالب مجلة متجاود، وهو رائع في التصميم إخوان الكرام، ومتجاوب مع جميع شاشات الهواتف كما تشاهدون. هذه هي واجهته الأمامية، أيقونات البحث، أيقونات التواصل الاجتماعي كما تشاهدون. هنا أشكال الفوق، هنا مثلا يمكنك هنا وضع سياسة الخصوصية أو اتفاقية الاستخدام أو من نحن. هذا الشعار إخواني الكرام كما تشاهدون. هنا يوجد إعلان في أمام الشعار هنا، كذلك هنا في المينيو أو القائمة الرئيسية كما تشاهدون يوجد أيقونة للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، وكذلك هذه التصنيفات مثل الرياضة، يمكنك وضع قائمة مسندلة مثل هذا الشكل، أو يمكنك مثلا سنأتي إلى السيارات هكذا كما تشاهدون، أو يمكنك وضع مثل هذه الصور، مثل هذه التدوينات يمكنك وضعها كسلايدر شو كما تشاهدون. نعم، نهبط قليلا ستجد هذا آخر الأخبار كما تشاهدون، هذا رأيته هو كما تشاهدون. ويوجد كذلك سلايدر شو هنا في الأسفل منه، ويمكنك التحكم في هذا السلايدر شو، يمكنك تغييره حسب ما تريد أنت، يمكنك تغيير الشكل الخاص به. نعم إخواني الكرام، يمكنك الضغط على هذه أيقونة هنا، يمكنك أن تحجب هذا السلايدر شو بهذه الطريقة كما تشاهدون، ضغط عليها هكذا سيظهر لك. وهنا في الجانب عن الشمال كما تشاهدون يوجد هنا، يمكنك وضع الصفحات الاجتماعية أو مواقع تشتغل عليها أو ما شابه ذلك. وهنا تصنيفات كما تشاهدون، مثلا الأسرة ستضع تصنيف أو تسمية خاصة بهذه التدوينات، ستضع لها تصنيف. مثلا عندك 10 تدوينات أو 10 تدوينات تتحدث فيهم عن الصحة أو الأسرة أو الأكل أو الطبخ أو ما شابه ذلك، يمكنك أن تضعها في تصنيف على حسب الشكل الذي تريد، على هذا الشكل أو مثل هذا الشكل كما تشاهدون. ويوجد أشكال أخرى كما تشاهدون. وهنا كما تشاهدون يمكنك يوجد العديد من الصفحات، يمكنك بهذه الأرقام أن تتحول إلى الصفحة الأخرى كما تشاهدون. مثل هذا الشكل كما تشاهدون. فقالب إخواني الكرام رائع في التصميم الخاص به، وكذلك في القوة ديال هذا القالب. هذا هو قالب إخواني الكرام قوي، ويوجد به العديد من المناطق لوضع الإعلانات، ويوجد به العديد من المميزات. فالمميز في هذا القالب كان إخواني الكرام قبل 4 أشهر أو على ما أظن 5 أشهر كان القالب مدفوع وثمنه هو 10 دولار، ولكن الآن إخواني الكرام قبل 4 أشهر أصبح القالب أصبح مجاني على موقع بكليكا.
هذا هو موقع بكليك إخواني الكرام، المتخصص في تحميل القوالب، قوالب بلوجر وقوالب الووردبريس وكذلك القوالب HTML. فمعروف إخواني الكرام هذا الموقع بكليك لتحميل منه أو شراء منه قوالب بلوجر أو قوالب الووردبريس. فإخواني الكرام كما تشاهدون هذا هو قالب ليفون، آخر نسخة لديه وآخر تحديث بجميع المميزات كما تشاهدون، فأصبح مجاني كما تشاهدون، فأصبح من هنا أصبح مجاني. و يمكنك الحصول عليه مجاني ولكن لا يمكنك تحميله هكذا، فعليك أن تفتح حساب على الموقع للدخول والحصول عليه. هذا هو الإشكال، ولكن الإشكال بسيط إخواني الكرام، الأمر بسيط للدخول إلى الموقع بكليكا وكذلك لفتح عن هذا الموقع حساب، بسيط للغاية. فسوف تدخل إليه، فهذا هو واجهة القالب إخواني الكرام. هنا المصمم لهذا القالب محمد صلاح، وهو مصري الجنسية ولديه الآن عديد من القوالب احترافية في التصميم إخواني الكرام، وكذلك في الأرشفة وفي التجاوب، فإنه يعمل مجهود جيد إخواني الكرام. من هنا يمكنك إرسال البائع، هنا ستجد مميزات القالب ليفون كما تشاهدون، قلم مجلة احترافي متعدد الخيارات والاستخدامات للتركيب على منصة بلوجر للتدوين، يحتوي على ملامح جيدة ذات تصميم أنيق وجاهز. مهم هذا الكلام، لا يهمني مميزة القالب. متجاوب، أول شيء متجاوب مع جميع شاشات الهواتف، ولا تجد أي إشكال مع جوجل مع هذا القالب بخصوص التجاوب الهواتف، لأن جوجل الآن أصبحت تعاقب المواقع التي لا تدعم الهواتف. فالآن توجد مواقع قديمة فلا تدعم الهواتف بشكل جيد، فأنت عندما تدخل بالهاتف لذلك الموقع ستجد شكل ذلك الموقع رديء على الهاتف الخاص بك، وجوجل أصبحت تعاقب تلك المواقع. بماذا تعاقبهم؟ فيصبح الموقع الخاص بك إذا بحثت ذلك الموقع إذا كان لا يتجاوب مع الهواتف، ستقوم بالبحث عليه في الهاتف ويصبح الموقع شبه منعدم. فهذا هو العقوبة التي تعاقب جوجل تلك المواقع التي لا تدعم شاشات الهواتف. هذا القالب المميز فيه هو أول شيء هو الشاشات الهواتف متجاوبة، نعم إخواني الكرام، ويدعم كذلك اتجاه من اليسار إلى اليمين، أي إمكانية للتركيب على مدونة بأي لغة في العالم. والمميزة الثانية هو إن كنت تستعمل هذا القالب، إذا أردت الاستعمال هذا القالب في مدونة إنجليزية أو فرنسية أو إسبانيولية أو أي لغة كانت، فسوف يدعمها لك هذا القالب. كل ما عليك هو أن تفتح حساب بلوجر باللغة التي تريد العمل عليها ووضع القالب، سوف يأخذ القالب الاتجاه الذي سوف تشتغل عليه. مثلا إذا استعملنا القالب باللغة الإنجليزية، فيصبح القالب متجاوب من اليسار إلى اليمين، وإذا استعملنا القالب باللغة العربية سوف يصبح مباشر عندما تقوم بوضعه في المدونة سيصبح من اليمين إلى اليسار، وهذا هو المميز إخواني. التالي يمكن اختيار بين ثلاث أنظمة التعليقات، والتعليقات كاين الديسكس وبلوجر وفيسبوك. نعم كما تشاهدون هنا، سنهبط قليلا إلى أي تدوينة، ندخل مثلا إلى هذه التدوينة
لكي تفهم أخي الكريم ما هو صندوق التعليقات. صندوق التعليقات هو عندما نهبط إلى الأسفل هنا كما تشاهدين، ستجد هنا بلوجر. بلوجر يعني إذا كان لدي حساب في بلوجر سيمكن التعليق ببلوجر. كذلك الفيسبوك، إذا ضغطنا على الفيسبوك، إذا كان لدي حساب في الفيسبوك سأعلق بالفيسبوك، أو كذلك سأقوم بالتعليق بالديسك. هذا رائع إخواني الكرام. وبعض الأمور أخرى إخواني الكرام، فإذا قمنا بالشرح كل هذا الشيء سيأخذ منا وقت طويل، فلهذا سوف نأخذ المميزات فقط الضرورية. وكما تشاهدون هنا يدعم الاتصال المشفر الـ HTTPS، ومتوافق مع قياسات السيو وقواعد الأرشفة. كذلك سكريبت منع النسخ لحماية المحتوى المدون الحصري من السرقة. كذلك يمكنك إخوان أخي الكريم وضع إحدى الإضافات في هذا القالب لمنع نهائي لأي أحد يمكنه الدخول إلى موقع الخاص بك وينسخ المحتوى الخاص بك. هذا ما كان إخواني الكرام، كما تشاهدون هذا هو شكل القالب، هذا هو شكل التدوينة عندما تدخل إلى التدوينة. كما تشاهدون هذا هو الاسم، العنوان التدوينة يوجد هنا، كذلك إعلان آخر هنا فوق التدوينة. في المميز في هذا القالب فيعطيك أماكن جيدة للإعلانات إخواني الكرام. كما تشاهدون خط مميز للتدوينة. كما تشاهدون يوجد هنا إعلان آخر، إعلان، وهذا الإعلان من إحدى أفضل الإعلانات. كما تشاهدون يوجد بجانب التدوينة، ويوجد كذلك إعلان أسفل التدوينة. وهنا هل أعجبك الموضوع يمكنك وضع لايك بحسابك في جوجل بلاس أو الفيسبوك. وهنا يمكنك مشاركة هذا المقال على الفيسبوك أو تويتر أو جوجل أو بنتريست أو الواتساب. هنا إخواني الكرام، هنا شاهد أيضا، هنا يعطيك التدوينات ذات صلة بهذه التدوينة التي توجد بها أنت الآن. وهذه الواجهة هي عن الكاتب، هذه عن الكاتب أخي الكريم. وهذا إخواني الكرام ما يوجد في هذا القالب، وسأضع لكم هذه الروابط التي زرتها أنا الآن أسفل الفيديو، وأضع لكم الحرية إخواني الكرام للتعرف على هذا القالب. فهو قمت بتجريبه على خاصية موجودة في جوجل لمعرفة سرعة القلب، وكذلك في السرعة الخاصة به جيد، وكذلك أخي الكريم متجاوب مع جميع الشاشات. وكذلك فأكون على يقين أخي الكريم إذا استعملت هذا القالب إذا استعملته ووضعت التدوينة باحترافية وبمعيار السيو باحترافية، فكن على يقين أخي الكريم فهذا القالب سوف يجعلك تظهر في النتائج البحث الأولى. وكن متأكد لأنني جربته منذ سنين، هذا القالب جربته منذ سنين وكان جيد إخواني الكرام في البحث. وهذا ما كان. نمر الآن إلى طريقة تحميل القالب. كما قلنا سنذهب إلى بكليك هنا، من هذه الواجهة سنضغط على أحصل، هذه بالأخضر هنا،
هكذا، تنتظر قليلا، وهنا كيقول لك، يقول لك الدفع بواسطة رصيدك في بكليكا، سنضغط عليه كما تشاهدون. مباشرة هنا إخواني الكرام سوف تظهر معك أيقونة التحميل هنا، فقط هذا ما يوجد. سنضغط على التحميل هكذا وتنبثق معك واجهة التحميل، ونضغط على ستارت داونلود هكذا، خفيف للغاية. نذهب إلى الموقع الخاص بنا في بلوجر، كما تشاهدون هذه هي. نعم إخوان، هذا هو بلوجر. سنضغط على عرض المدونة، وهذه هي المدونة الخاصة بإخواني الكرام. وأنا هذا القالب أستعمله من قبل إخواني الكرام، هذا القالب أستعمله، حملته من قبل وجربته على المدونة، جربته على المدونة. فأنت إخواني أخي الكريم، إذا كنت جديد كل ما عليك هو تأتي إلى المظهر، كما تشاهدين هذا المظهر هنا. سأضغط أخي الكريم، لأن شكل بلوجر أصبح عمل تحديث جديد، وأصبح بشكل مختلف شيئا ما عن التصميم السابق اللي كان في السابق. فعندما تأتي إلى المظهر تضغط على هذه الثلاث أيقونات هكذا، وتضغط على تعديل HTML للدخول إلى الأكواد كما تشاهدون. هذه هي الأكواد الخاصة بالقالب إخواني الكرام كما تشاهدون، وهنا يوجد العديد من الأكواد الخاصة بالميتا، وهذه هي المميزة فيه. أكواد الميتا إخواني الكرام تشتغل في هذا القالب أوتوماتيكية، هذا هو المميز. فقط يمكنك تعديل بعض الأشياء في أكواد الميتا تاجز، أمور بسيطة يمكنك تغييرها فقط، أو يمكنك ترك الأمور كما هي، لا يوجد أي إشكال. مثلا هنا كما تشاهدون في هذا الكود الميتا، هنا يوجد اف بي اب اي دي، وهنا نعم اخواني الكرام هنا يمكنك وضع الاي دي الخاص بحسابك على الفيسبوك، وهنا الادمين فيسبوك الخاص، الادمين الخاص بالصفحة ديالك على الفيسبوك. كذلك نهبط الى هنا سوف تجد تويتر، هنا يمكنك وضع حسابك في تويتر، وهنا كذلك اعادة كتابة حسابك في تويتر. هذا هو الأمور التي يمكنك وضعها فقط، وترك الأمور كما هي. نعم إخواني الكرام، سنذهب إلى أين يوجد القالب، وهنا كما تشاهدون هذا هو القالب. سنفك الضغط عليه بهذه الطريقة، نقوم بحذف الأول ثم نقوم بفك الضغط على الملف الثاني اكسترا كذا، ثم نقوم بالحذف وسنحصل على هذه الوجهة كما تشاهدون. هذا هو الملف ليفون 3.5 كما تشاهدون، الفيرسيون هو 3.5. سنضغط عليه ليفون تمبليت ليفون بريفيو دو تيم ليفون بريفيو وان تيم ليفون ال تي ار. نعم اخواني الكرام، لمن يتسائل لماذا ليفون ال تي ار، هذا هو نسخة
نسخة إخواني الكرام نسخة إنجليزية. إذا كنت تستعمل هذا القالب أو مدونة خاصة بالإنجليز تكتب فيها مدونتك باللغة الإنجليزية، يمكنك استعمال هذه الخاصية ليفون ال تي ار. هذا هو يمكنك وضعه، تدخل عليه هكذا ونسخ الأكواد بأكملها ووضعها في بلوجر. ليفون بريفيو 1. نعم كما تشاهدون إخواني الكرام، فهذا ليفون بريفيو، هذا التصميم التيم الأول والتيم الثاني هذا، وهذا هو القالب الأخير إخواني الكرام. هذا ديكومنتيشن كما تشاهدون، فهذا ديكومنتيشن هي معلومات الخاصة بالقالب وكيف يمكننا كيف يمكنك التعامل مع هذا القالب إذا كنت لا تعلم. فعندما تضغط على الديكومنتيشن ستظهر معك هذه الواجهة. سنضغط مثلا على سي اس بي، مهم هذا الخيار الأول، تضغط عليه ضغطتين سيذهب بنا إلى جوجل إخواني الكرام هكذا. كما تشاهدون ماذا ظهر معنا؟ ظهر معنا شرح القالب كما تشاهدون، فظهر معنا شرح لهذا القالب بأكمله. عند أخي الكريم عندما تريد التعامل مع هذا القالب، كل ما عليك هو الدخول إلى ما دخلت عليه أنا الآن، ويمكنك التعديل في الأمور الذي تريد. العديد من الأشياء يمكنك التعامل معها فقط بهذه شرح لهذا القالب، وستجد العديد من الخيارات هنا. وهذا ما يوجد إخواني الكرام. سنضغط على الثانية، هنا كذلك بعض الأمور يمكنك إضافتها. كذلك هنا بعض الأمور لا علينا، سنضغط على الخيار الثالث. هنا في هذا الخيار إخواني الكرام هو مصمم النماذج كما تشاهدون، يمكنك وضع الرسائل، هنا نص الرسالة، نوع الرسالة كما تشاهدون، وهنا عادي ستضغط على توليد الكود، ستكتب ذلك الأمور، الأمر الذي تريد. سأريك ما هذا الشيء الذي سيظهر هنا. سنذهب إلى القالب ليفون، سنضغط على الرئيسية. كما تشاهدون أكواد قصيرة، من هذه الواجهة سنضغط على أكواد قصيرة هكذا، وسوف كما تشاهدون هذه هي الرسائل. فهنا يمكنك توليد رسالة مثل هذه الرسالة: مبروك، لقد تم رفع شرح على موقع بنجاح، أو أي شيء يمكنك أن تكتبه هنا. نص الرسالة، هنا نوع الرسالة، وش هي: نجاح، خطأ، تحذير، معلومات. إذا كانت بنجاح ستكون، إذا كتبت بنجاح ستكون بالأخضر، الخيار الثاني بالأصفر، الثالث بالأحمر، وكذلك الرابع بالأزرق. عندما نختار مثلا الرسالة هنا، ماذا سنكتب في الرسالة؟ هنا نوع الرسالة، سنضغط على توليد الكود، سوف يعطينا كود. عندما نقوم بكتابة مشاركة سنضع ذلك الكود في الخيار HTML، وسوف تنبثق معنا تلك الرسالة بشكلها الأخضر وكل شيء في التدوين. كذلك الأمر ينبثق على الأزرار.
والأوكردينو كذلك وبعض الأمور الأخرى. فأنت أخي الكريم حمل القالب ويدخل إلى ما دخلت إليه أنا الآن، وسوف تقوم بتصميم الموقع الخاص بك باحترافية وبكل الإضافات أخي الكريم. نعم هذا ما يوجد هنا، لا يهمنا. نعم نحن الآن سنقوم برفع القالب. كيف سوف ترفع القالب؟ أول شيء كما قلنا تأتي إلى هنا إلى تحرير الـ HTML، تضغط على في لوحة الكيبورد Ctrl E هكذا لتحديد الكل. سنقوم بمسحه، وستبحث في جوجل عن قالب التنظيف. ابحث في جوجل عن قالب التنظيف، قالب التنظيف، وسوف ينبثق معك قالب التنظيف. ستقوم بتحميله ومسح هذه الأكواد ووضع ذلك القالب والضغط على حفظ هكذا، الضغط على حفظ هنا، وتأتي إلى القالب هنا هذا الأخير ليفون تمبليت هكذا. نضغط على كنترول اي بالتحديد كل شيء، كنترول سي، ثم تأتي إلى هنا وتقوم بوضعه وتضغط على حفظ. ومن تلك الساعة يمكنك أن تذهب إلى الخيارات التي قمت بالذهاب إليها والتعديل على القالب الخاص بك بكل احترافية. وهذا ما يوجد إخواني الكرام. سنذهب إلى، يمكنك عندما تقوم بوضع الأمور كلها ستذهب إلى التنسيق. التنسيق من هنا يمكنك وضع بعض الإعدادات للقالب، فلوضع أي أمور أو التعديل على أي شيء من هنا في هذه في خانة التنسيق. سوف تذهب إلى كما قلنا إلى هنا، ثم الدوكيومنتيشن هكذا، ثم تضغط على هذا الخيار في الأول، وسوف تجد شرح مفصل عن القالب. وأتمنى لك أخي أختي التوفيق. نعم إخواني الكرام، وهذا ما يوجد في شرحنا لليوم. فأنا لا أريد الإطالة في هذا الفيديو، الأمور والروابط أسفل الفيديو ستجدونها إن شاء الله، وتابع كل شيء بالتفصيل، وستقوم بالتعديل على هذا القالب ليفون بكل احترافية. وتابعنا إن شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله، سنقوم بالشرح عن قوالب أخرى احترافية ولا توجد إخواني الكرام إلا قليلة على اليوتيوب، سأقوم بوضعها لكم إن شاء الله في القناة. وكذلك ادخل إلى القناة أخي الكريم واضغط على اشتراك وفعل الجرس، وستجد العديد من الفيديوهات القديمة شيئا ما، فأتحدث فيها عن العديد من الأشياء مثل التكنولوجيا وقوالب بلوجر وإضافات وبرامج وتطبيقات والعديد. وأخي الكريم إذا أعجبك هذا الفيديو واستفدت منه وكل شيء تمام، فلا تنسانا بالضغط على زر لايك، واشترك إذا أعجبتك القناة، اشترك معنا، وضع أي استفسار أو أي معلومة كانت لديك أو أي شيء يدور في بالك يمكنك وضعه في التعليقات أسفل الفيديو. وهذا ما كان في شرحنا لليوم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.